نقول مين؟ مساء النور. ضيفتنا اليوم نانسي. أنا عجرم. أنا أهلا وسهلا فيك نانسي. أهلا تفضلي فيك. كثير مبسوطين أنك لبيتي الدعوة هيك بسرعتك أنا حققت حلمي الليلة. ليه؟ لأني معك. أيوة من هدون. بالعكس كثير نحن سعداء فيكي، وأكيد في سبب لوجودك هون اليوم. أولا الناس بتحبك، واليوم جائزة استثنائية، فلازم يكون عنا ضيف استثنائي. شكرا. وكمان الضيف الاستثنائي غير شوي من حياته بالحلم، بالمثابرة، بالشغل. أنا مرة قريت لك شغلة أنه أنا لو حلماني يعني أعمل شيء بحياتي ما تحقق مثل اللي تحقق لي. طبعا الإنسان لازم يضل يحلم، لأنه الحلم له علاقة بالطموح. دايما لما الإنسان بيحلم وبيفكر بالأشياء الحلوة اللي بده يحققها دايما بيقدر يحققها، إذا فكر فيها وإذا حلم فيها، وإذا أكيد إذا اشتغل عليها وثابر مثل ما حضرتك عم بتقول فبيحقق حلمه. أحيانا بتحسي الواحد أنه يعني أنه معقول أنا أوصل لهالمرحلة؟ لما بيكون بالبدايات يكون حلم. أنا واحد من الناس يعني موجود على MBC، كما كنت أحلم هيك شيء. اليوم أنت فكرتي شي يوم من الأيام أني أنا نانسي عجرم حأوصل لهالمرحلة هاي؟ أنا طبعاً كنت من أنا وصغيرة غني وأحلم، وكان في شيء هيك دايماً من أنا وصغيرة هيك بيقول لي بعدني بس كنت أصغر. كان في شيء هيك بيقول لي مثل كأنه أنه بدك توصل إلى محل حلو كتير، ومحل محل أنت بتحبيه يعني وعم تحلمي فيه. بس أنا طبعاً بقول الحمد لله على كل شيء، يمكن الله عطاني أكثر ما أنا بستاهل. طبعاً أنا اشتغلت وسهرت وتعبت على حالي، وبعدني لهلأ بتعب على حالي، ما استسلمت أبداً. بعد في كتير أحلام حلمي أني حققها، بس بقول أنه في حلم من بيناتهم أنه حافظ على اللي أنا فيه هلأ، لأنه بعتبر أنه الاستمرارية هي أهم هذا من سؤالي نجاح يعني حد ذاته. سؤالي المقبل اللي كان يعني مثلاً نحن بتحسي قناة MBC هي القناة الرائدة والقائدة، يعني صعب أنك تكون رائد وقائد. اليوم طبعاً كتير مطربين فنانين بيطلعوا لكن ما بيستمروا، يعني بيطلعوا فورة ما حنسميه طبعا، لكن انك تضل على سوية واحدة دائما، ضلك موجود. فهذا الامر صعب، بده شغل. طبعا هيدا منه سهل ابدا، هيدا اهم من النجاح الاستمرارية. اولا في قبول من عند الله. صحيح. دايما هو بيحبب، لما الله بيحبب خلقه فيك يعني الله بيحبك، فالحمد لله هيدي نعمة بتمنى اني احافظ عليها، لانه هيدي اهم شيء عندي محبة الناس. وانا اكيد مني اني انا واقعية كمان بحلم، بس واقعية كمان بشتغل ويعني بشتغل على حالي وبتعب. هلا بنقول سر انك انت عن جد مو بس طيبة ومتواضعة وقريبة من الناس. في كثير ناس بس يعني تكبر رجليها بتبطل عن الأرض، أنت لا، رجليك لساتهم على الأرض. تسلم. شو السبب؟ طبيعتك هيك؟ طبيعتي هيك، يعني يمكن التربية إلى سبب إلى أساس، يعني طبعي هيك ما بقدر أتغيره. وبأمن أن الإنسان هو بالنهاية إنسان يعني مثله مثل كل الناس، لو قد ما وصل ولو وين ما صار وعلى كل وين ما وصل، يعني محلات كثير كبيرة ومحلات كثير عالية، هو بالنهاية إنسان مثله مثل كل الناس. بتصدق اليوم فأهم شيء اللي بيبقى هو الإنسانية، وهي أخلاق الإنسان وهي أفعاله. اليوم تابع عادة نشرات الأخبار كلها حروب وقتل وكذا، اليوم أحلى نشرة أخبار تابعت. حبيت نشرة الأخبار. حبيت حالي أنا، بس حسيت حالي جديدة شوي، بس عندي كومنت كتير أنه كنت كتير مهضومة. طيب الواحد طبعا حلو أنه يحلم، الأحلى من الحلم أنه هالحلم يتحقق. وحتى يتحقق حلمك لازم تشتغل عليه وتشارك وتثابر، لأنه ممكن ما تربح من أول مرة، يعني مش من أول مرة الواحد كل شيء بيتحقق. خلونا نتابع قصة سيدة سعودية أكيد بتتذكروها، هي جهير حمد الدوسري اللي تحقق حلمها مع MBC قبل سنتين. تشيك ماي على الهواء أنت. سوري عادي. تشيك شو كنت عم بتدوري على شو؟ لا عم قلها تشيك ماي موبايل. والله
طبعا اللي لاحظته انه نانسي عندها ما شاء الله بالسوشيال ميديا، مش انت بتشتغلي عليها؟ بشتغل عليه. يعني مو انه حدا بيشتغل، حدا بيشتغل لك وانت بتشتغلي؟ لو حتى حدا اشتغل لي بكون انا يعني قلت له شو بده يعمل. بتردي وبتتابعي على طبعا كل طبعا. عندك وقت؟ بلاقي وقت، ما نحن هلا يعني التكنولوجي هي عم تسبقنا وما فينا، شئنا او ابينا صارت جزء كبير من حياتنا يعني. نانسي بقيان دقيقه والناس ما عاد فيها تشترك بالمليون، بهالدقيقه شو بتقولي لهم الناس؟ بدك يعني اقول للرابح ولا لا لسه ما حدا ربح. ايه بس انه بقيان معهم لسه هلا 40 ثانيه. بل هلا اهم شيء انه خلوا خطوطكم مفتوحه وردوا على تليفوناتكم بليز 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 بليز. أهم كام جملة يعني. قبل ما يخلص العد التنازلي بقيان 30 ثانية، شي مرة عند حسيتي في حلم كان رح يصير وما صار؟ الحلم اللي حسيته إنه كان رح يصير وما صار، قلت بعدين منيح المسار. حلو، هاي رسالة شفهية. لا بس بعتقد إنه كل شي الله بده إياه يصير بخليه يصير، وكل شي ما بده يا الله ما بخليه يصير. شايفة معنا العد التنازلي عم بيشتغل، شايفين أمامنا هون، ها 9 ثواني، 7، 6، طبعا بس يخلص الوقت بيكون ما عاد في مجال أي حدا يشارك، وخلص هلأ سكرنا الخطوط ورح نروح لفاصل. بعد الفاصل رح نقرب ها خطوة من معرفة هوية صاحب المليون دولار والحلم الثامن، وفي لكم مفاجأة غير المليون، والمفاجأة من نانسي، خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم أنتم مع MBC، ورح نعرف اليوم هوية صاحب الحلم الثامن اللي فيه مليون دولار لشخص واحد. لكن قبل المليون دولار نانسي عندها مفاجأة، رح نعمل لها ريهرسل على المليون، فرح تعمل شيء اليوم. تعرف شو هو؟ تعال. لا. هذا البزر انت عندك بذا فويس، بتكبسي بتلفه مزبوط. ما هيك احنا اليوم هذا، ها انت فوتي لهون، حنعمل لك تدريب. اوكي، بس تدريب بفلوس. ما انه الله عطيكي. شو تدريب بفلوس؟ تدريب بفلوس، بس مش رح ناخذ منك، رح انت تعطي. ماشي، احلى شيء شعور العطاء، احلى شيء. طيب. في الدنيا. هلا نانسي بالتدريب رح تعطي حلم، قديش بدك؟ قديه بتعطوني بعطي. والله لو من جيبتي اعطيتك. في واحدة بتنجلط هون. طيب الجائزه 20,000 دولار. هذه ما لها اي علاقه بالمليون، بس هيك رح نعطيها لواحد ما حنتصل فيه لانه حيفكر حياخذ المليون، بعدين اذا قلنا له مالك مليون عليك 20,000 بجوز. اوكي ماشي. أوكي. يلا احنا حنبلش. يلا بلشوا الارقام لنشوف. يلا ها حتطلع الارقام هون المفترض، ما هيك هيك قالوا لنا بالريهرسل. يلا يا حلوين، اي شيء عندك مشكله المخرج اسمه ألان. اوكي يلا، ها الارقام بلشت تطلع هون، نعمل انت ولا انا؟ انت. واحد اثنين ثلاثة. واو، يلا حنشوف مين 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 مين. منين برأيك حيطلع الاسم؟ برأيي ايه طلع سعودية. 966 سعودية. سعودية طلع من السعودية 966. مين هو صاحب؟ بس احنا طبعا منخبي رقمين. منخبي رقمين ليش برأيك منخبي رقمين؟ ما يعرفوا الناس رقمه ويصيروا يتصلوا فيه. اذا حدا له دين، حدا له. اذا طالع على، اذا حطينا الرقم كامل ما بدي اقوله الناس بطل يطلع له وبيخسر. اذا الرقم هو 966569190 8، والله اعلم الرقمين. عرفتوا لمين صاحب الرقم بعد؟ مينو؟ هلا امشي، شو رايك نعملنا مسابقه اول تعطي مليون مليونين دولار؟ يلا يلا. منين الفلوس؟ مني انا. طيب تابعنا في قبل الفاصل قصه الفائزه السعوديه جهير، الان راح نتابع قصه فائز ثاني من السودان. لكن الفائز السوداني الحلم اللي فاز فيه شارك فيه الاخرين. بنتابع قصه الفائز اسماعيل عبد العاطي اللي تحقق حلمه مع MBC قبل 3 سنين في مشاركته بالحلم. بنتابع. نانسي. ايه هلا اجا قلت لازم كده. طيب نانسي. ايه انا لازم اقوله لانتي؟ لا انت. لا انتي.
شو بقول؟ حدلك نانسي شو قلتي قبل شوي؟ ايه كملي لي اياها. قلتني كده ايه؟ مين؟ مين؟ حنعرف مين صاحب المليون دولار. قبل شوي العشرين ألف طلعوا من نصيب واحد من السعودية، هلأ اليوم مليون دولار. هلأ شو بدك تعملي؟ هلأ دخري مليون. نسحب هلأ ولا كمان شوي؟ كمان شوي يعني نروح لفاصل ولا شو نعمل؟ لا حناخد شوفي هذا. لا شو نسحب؟ إنه حرام ننطرون كتير. ليش لا؟ مليون دولار مستاهلين؟ في ناس بتشتغل فيهم. طب فاصل خلص. لا ما في فاصل. نسحب يلا نانسي يلا أرجونا الأرقام. هلأ أنت حتقرري مين صاحب المليون دولار. أو ماي جاد شخص اليوم ما رح ينام بس حيضل صاحي، بس حيكون مش مليونير، حيصير مليونير. أنا قلت حينام مليونير، هو ما رح ينام مليونير. طلعت الأرقام ما رح ينام إلا مليونير. حنشوف لحظة. ارفع إيدك لشوف يا نانسي. تا تا تا. يلا واحد اثنين ثلاثة. حنشوف منين. شو خنشوف منين؟ تسعة ستة خمسة. وين؟ كويت الحبيبة. كويت الحبيبة ما هيك؟ إذا تسعة ستة خمسة خمسة هذا الشخص أو الشاب أو بنت، ما بنعرف، صبية ختيار صغير، شو برأيك شو حيكون؟ بنت ولا صبي ولا صبي؟ بنت؟ ما بعرف أنا هيك بحس. تحبي البنات أكثر من الشباب؟ يا بنت والله غني بحبها بالله شوي عن جد. يا بنت اللي ما خلفش بنات. عندي واحدة. عند اثنين. ما في غني، أنا عم بتضحك كتير وهلأ طيب. مليون دولار يعني وعم بتقلي غني. طيب شوفي احنا حنأرجيكي يا كليب صغير. أوكي. مو بس انتو عندكم فيديو كليب ونحنا كمان عنا فيديو كليب. ناس كتير فازوا معنا. شي من الجزائر، شي من السودان، شي من تونس، شي من موريتانيا، شي من البحرين، شي من السعودية. حتشوف صار معنا هيك شوية مواقف طريفة نتفرج عليها سوا. أوكي. يلا نشوفها. ألو. 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 أستاذ مصطفى. لا ألو. ألو لحظة. ألو. هلا عبد الرحيم، عبد الحميد، عبد النبي. أنا اسمي عادل عبد الخالق محمود حنفي. كم حرف صاد باسمك؟ شكله النمرة غلط. عليك. طيب شو كان حلمك يا عزيزة مسكاوي؟ والله أنا كنت بحلم يعني منزل وبيت كده يعني. لا خلاص كاميرا خفية يا طويل العمر. الواحد وسيارة وحياتك كاميرا خفية. احنا عم نعمل أفلام هلا هاليومين. هو حلم واحد. مبروك الحلم لك مليون. مبروك عليك ألف مليون تريليون. مبروك عليك الفلوس وإن شاء الله رح تعالج الوالدي. الشقة صارت إليك. يلا ولا أهدم. عن جد؟ أنت ولا أهدم. عن جد؟ والناس اللي معك ولا أهدم حبيبتي. طيب فاصل ونواصل. أوكي ليلهم فاصل. وين فاصل ونواصل؟ بس ما يروحوا، ما يضلوا. ما رح يروحوا. طيب نراجعي لكم إن شاء الله. يلا قبل الفاصل سحبنا صاحب المليون دولار، بالفاصل طلعت روح شغالة هي. وشو اسمها؟ مقالي. تعال شوي. لا جيبي التليفون معك. تعال بالإمارات بيقولوا لعوزتني. شغالة ما شاء الله على اثنين. نحن سوشيال ميديا لأنه وعم يوصلوني مسجز واتساب وتويتر وعم نعمل تويت. ماشي يلا يا حلوة. هلأ رح نعرف. يبدو معنا ألو. يلا. ها؟ ألو. قولي ألو. 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 يس بنت. أوكي. ألو. ألو. مساء الخير. ألو. مساء الورد. أهلين. هلا والله. مساء الخير. أهلا فيكي. هلا وسهلا. لا إلك قالت لك مساء الورد. إلي قالت لي أهلا وسهلا. إيه أكيد تستاهل. مساء الفلاورز. الفلاورز لمين؟ إلها ولا إلي؟ للكل. الاسم الكريم. انا اسمي هديل. هديل
اي نعم. هديل شو؟ هديل عناد محمد الظفيري. لا لحظه هيك لانه انا معي زهايمر والعمر عندي كبر بانه ناس يصغيروني لسه بالعمر. جابوا لي دفتر بدي ورقه ورقه واحده دفتر ولا مكتوب عليه كمان تبع الاخبار. اقيم الحفل في بريطانيا وتنافس على اللقب 47 شابا هديل نقرا. طيب في ملك جمال بالعالم هون كمان. طيب اسمك هديل؟ اي نعم. الكمالي؟ هديل عناد. عناد محمد. محمد البصيري. بصيري. اي نعم. بصيري بصيري, بصيري. الظفيري. الظفيري الظفيري ايوه. اي والنعم والنعم. شو بتشتغلي يا هديل؟ انا اشتغل في وزارة الدفاع بالكويت. وزارة الدفاع؟ ترامي سيدي. نعم انا سعودية ومقيمة في الكويت. زوجي كويتي. هي سعودية ومقيمة بالكويت. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جامعة الكل. علينا صوت بس يا انت يا الشباب انت عم تسمعيها منيح؟ ايه بده شوي شوي بده شوي علونا الصوت شوي يعني. حضرتك لواء عم تقولي موظف بوزارة الدفاع؟ ايه نعم في وزارة الدفاع بالكويت. ضابطة يعني ضابط رتب دبابير؟ لا مش ضابط انا اي تي كمبيوتر. اي تي اي تي اي تي. طيب هلا انت عمرك؟ انا عمري 36. ناسي ما بقول لها تسال البنت قديش عمرها؟ لا ما بنات بين بعض ما يا بنات يا بنات اي بين بعض بس اي اي لا تطلعوا العمر 100 مليون بس عم بيتفرجوا يا هديل. ماشي الحال ماشي الحال لانه صوتها. طيب هديل هلا انت دخلتي على السحب لسه ما فزتي ماشي؟ حاسالك ثلاث اسئله إذا بتجاوب اثنين رح تربحي ماشي؟ وأنا بساعدك هديل إن شاء الله بإذن الله. كم غنية غنت نانسي عجرة؟ كم غنية؟ أمضي ما أدري وايد غنت. ما في زيادك يا هديل أنا ما بعرف. أقول لك أغانيها مثلا؟ لا طيب آخر غنية لنانسي عجرة شو هي؟ آخر غنية والله أنا أسمع كلها يا بنات يا بنات لأن بنتي كلها تسمعها. ومعقول الغرام نانسي عجرة مو وايد أنا أسمعها. إيه مو وايد أسمعها. هديل تفضل. هعتبر حالي أنا مو موجود ونانسي عم بتساعدك. إيه أنا ماني موجود. إيه نانسي أنا ماني موجود. إيه إيه يلا يلا إيه أوكي يلا. معقول الغرام ساعديني يا نانسي. معقول الغرام معقول الغرام معقول الغرام. صار شيء بغيابي؟ ايه قالت لي انه اخر غنيه غنيتها معقول الغرام. يعني ماشي الحال؟ انا اكلم نانسي. طيب هدي اكلم نانسي عجرة؟ ايه لكان امبي طنشني كان قايل لي اسلم سلام حار يعني شوي سلام حار. اهلا وسهلا. شكرا شكرا يا هديل. خلاص كسبتي حبيبه عيوني. هلا لشوفي الجائزه ولا نانسي؟ تفضل شو تحبي؟ لديك خيار من اثنين صراحه. يقول لك هم يعني وانا احبها صراحه. ايه انا اموت عليها بنتي تحبها. طيب يا ستي هديل عناد محمد الطفيري ربحتي معنا جائزه لحضور حفل نانسي عجرم في نيس اذا بتجيبي الفيزا على السريع ماشي؟ والله شو؟ اتمنى ان شاء الله من عيوني من عيوني. طيب. اي اتشرف انا. طيب وخذي الاولاد معك كمان. تسلم اهلا وسهلا فيكم وفي اي بي سيت ماشي؟ حبيب قلبي ثانك يو. مبسوطة بالجائزة؟ اي والله مبسوطة فيكم وباتصالكم يشرفني وايد يشرفني. الله يرضى عليك على راسي والله. ايه طيب حبيب عيوني هي بيطلع لك جائزة ثانية إذا كيف صوتك حلو؟ اي وايد صوتي حلو. طيب غني لنا شي شغلة لنانسي أو خلي بنتك تغني. بنتي مو وياي أنا توني نازلة بالمطار أنا توني. اي حدا ماشي جنبك خليه يغني. ما اقدر ماكو احد عندي انا اغني لك. شو بتأرجيني؟ صوتها حلو هي عم تقول صوتها حلو. عم بيأرجيني ورقه من بعد 7000 كيلومتر وانا بحط نظارات ولا فيني هذا اللي فاز بال 20000 دولار. طيب لحظه يا هديل لدينا اعطونا شويه موسيقى. شويه موسيقى ترارارا ان شاء الله اليوم راح تطلع موسيقى. يلا اعلني اسم الفائز بال 20000 دولار. اسم الفائز
بجائزة يعني. $20,000 يعني. حمزة حسن حمزة من المملكة العربية السعودية. مبروك 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 مبروك, مبروك. هدو مو إلك يا هديل. ال20,000 مو إلك. عادي عادي ما هدو... بيأثر عادي ما بيأثر. هذا لحمزة. أي عم فان جاي. إيه الله يوفقك. طيب بالعافية. أعطونا هلأ غنينا شغلة لنانسي. يا بنت يا بنت يا بنت اللي ما خليش بنات ما تبعش الحنية روحي ولا وما دقش الحلويات حلوة. والله صوتك حلو. سمعينا يا انتي نانسي هلا. سلامتكم. علشان خلفت بنية. لا لحظة 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 عندي اختراع جديد. لفي نانسي نلفي نانسي ما في كرسي غني يا لا مشان تعملي باز عشان يقلب الكرسي. ما في بكرسي هو بس يلا لنفترض انه الكرسي موجود. يلا يا حلوة هديل يلا غني لشوف. يلا تفضل. يلا انت تفضل. يا بنت يا بنت يا بنت اللي ما خليت بج بج سمعتي بج خليها يا روحي ولا ذا الحلويات. هديل عناد محمد الطفيري. نعم نانسي راح تخبرك خبرية. يلا حبيبتي نانسي حتخبرك الخبر. لا احنا سوا. يلا هديل هديل عناد عناد محمد الصفيري من الكويت. من الكويت. وفزتي ب ب مليون دولار. مليون دولار. مبروكين عليك يا هديل عناد محمد الصفيري. مبروك. الله يبارك فيكم. مبروك الله يبارك فيكم. مبروك انا شو دخلني انا. ثانك يو. صرتي مليونيره يا هديل. اكبر جائزه تنعطى بتاريخ التلفزيون العربي مليون دولار من نصيبك. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. الحمد لله. اذا في ديانة في كذا يا حاطين رقم التليفون احنا على ال... اخر كلمه لك نانسي قبل ما نختم. نانسي مبروك يا هديل. مبروك حبيبتي. والله مبسوطه مبسوطه. وان شاء الله تحقق احلامك. وان شاء الله ان شاء الله انت طبعا بتستاهليهم. وان شاء الله تحقق احلامك كلها. ونختم بك هيك بعد قلبي. ثانك يو. كلمه منك هيك حلوه غنيه على الحلو. بلا يا بنات وحده شيء جديد. يا رجال يا رجال. الدنيا حلوه واحلى سنين. هلا عم يحطوا بنعيشها واحنا يا ناس عايشين يا ناس عايشين. يا قلبي غني كمان وكمان وصل هنا لكل مكان. وانا لو عليا دلوقتي جاي علشان اقول يا زعل باي 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 باي. Thank you very much. Thank you so much. Here, انا اكثر.